السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اينما كنتم وحيثما كنتم في كل زمان وفي كل مكان نتمنى لكم السعادة والهناء والامن والاستقرار وطمأنينة ان شاء الله سبحانه وتعالى اليوم هنتكلم معكم عن الكورونا و مناعة القطيع يعني المحاضرة مش هتكون طويلة او اللقاء مش هيكون طويل وانا بتأسف ان انا كنت عايز اعمله على السكرين لكن في عطل حصل عندنا في الكمبيوتر فحطر ان انا اقوله وابعت الرابط بتاع المحاضرة علشان الاراد ان هو يستفيد منها في الكلام اللي موجود فيها في الشرائح اللي فيها ايه هي مناعة القطيع مناعة القطيع هي المناعة الجماعية هي المناعة الجماعية التي مناعة الجماعية أو مناعة الجماعة أو مناعة القطيع يعني مناعة بتحصل لمجموعة من الناس مجموعة من الحيوانات مجموعة من الطيور إلى آخره ودي بنسميها مناعة القطيع ربلك وهي شكل من أشكال الحماية غير المباشرة من مرض معدي من مرض معدي يعني في مرض معدي زي الكورونا او زي الكوليرا او زي الامراض الاخرى اللي بنتكلم عليها الحصبه الى اخره ودي امراض معديه فلما بتيجي المجموعه تاخدها فدي بنسميها مناعه القطيع يبقى هي المناعه الجماعيه او مناعه الجماعه او مناعه القطيع وهي شكل من اشكال الحمايه غير المباشره من مرض معدن زي ما انتم شايفين اللي هو اللي... لا مش شايفين سؤال. انا اسف اللي هو الشريحه مش موجوده آه وقد يمتلك الافراد مناعة إما بعد الشفاء من عدوى مبكرة أو من خلال التلقيح، يعني في المناعة دي مجموعة من الأفراد بيكتسبوها بعد ما إيه ياخدوها وبعدين يشفوا منها. أو إنهم بياخدوا اللي هو التلقيح اللي هو بالإيه بالفاكسينات اللي بياخدوها دي كلها. ده بالنسبة للتعريف العام لمناعة القطيع. طيب. آه أنا ليه بتكلم عن مناعة القطيع دلوقتي في شهر آه آه 21 يوليو عام 2020 بعد سبع أو ثمان أشهر من الإعلان عن الكورونا اللي ظهرت في الصين في ديسمبر. ليه؟ لأن في نظريات وفي أقوال وفي أطروحات تقول إن هتيجي هجمة أخرى للكورونا في الخريف سبتمبر أكتوبر نوفمبر. الناس بيتكلموا عنها وكانها ستحدث والعياذ بالله. في المره دي بقى الحكومات لن تعمل حجر ولن تعمل اغلاق بل ستترك الناس المواطنين من امثالي وامثالكم الى ما نسميه بمناعه القطيع. ليه؟ لان لو عملوا حجر مره اخرى واغلاق مره اخرى هيحصل ايه؟ الاقتصاد اللي ضرب ضربة قاسمة في خلال السبعة أشهر الماضية سيضرب أيضا مرة أخرى وثانية وتالتة ورابعة وخاصة سيقضي على بعض الدول الصغيرة فلذلك مناعة القطيع هي السيناريو أو الفلسفة أو الاستراتيجية اللي ممكن الدول كلها تتعامل بها بعد شهر سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر في هذا العام واضح يبقى يعني في رؤية وفي سياسة عند الحكومات إحنا إمتى بدأنا نسمع عن كلمة مناعة القطيع دي؟ يعني السياسيين بدأوا يتكلموا عنها وخاصة بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة بريطانيا. وأعتقد في أحد المسؤولين في السودان إتكلموا عنها يعني بطريقة غير مباشرة. مش هو بس لوحده، كتير جدا من السياسيين يؤمنوا بها. يعني ترامب يؤمن بيها زي ما عملش الحجر مقدما عمله متاخر شهر او شهرين الى اخره وغيره من السياسيين لانهم ينظروا لان المجال الاقتصادي هو اهم مجال في الدوله لكي تستمر الدوله صامده على ارجلها ولا 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 تنهار. بوري جونسون في مارس قال اتكلم عن هذا الموضوع الخطوره اللي احنا بنواجهها الان يا اخوه يا اخوات هي ان عدد من اصيبوا بالكورونا تعدى 14 مليون و600 يعني ألف عدد اللي ماتوا فعليا من الكورونا الى اليوم هم 609000 يعني 4 و15% يعني نسبه بالنسبه للعدد انا اشك شخصيا ومن حقي ان انا اشك ان الكورونا او الكوفيد 19 اللي عليه ده لم ينتشر في ديسمبر بل بدأ في الانتشار قبل ديسمبر لما ثم أذيع نشره او اعلن نشره في ديسمبر، قد يكون بدأت العدوى في شهور قبل ديسمبر ممكن يكون سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر الى اخره الى ان وصل الحد الذي وصل اليه في الصين في شهر ديسمبر، يبقى احنا بنتكلم عن هذه الاعداد الكبيره التي اصيبت في خلال ما يقل عن عام الان وعدد الموتى اللي هم آآ آآ يعني اللي هم 609000 و ألف اللي ماتوا الى الان اللي هم يعتبروا 4%. يعني نرجع مرة أخرى لتصريح بوريس جونسون في شهر مارس. إيه بقى مناعة القطيع دي؟ بتستند استراتيجيتها على ممارسة الحياة بشكل طبيعي. يعني إحنا هنخرج هنشتغل. هنخرج من البيت هنتفسح، هنخرج من هنعمل كل شيء، خلاص؟ النتيجة ايه؟ بحيث سيصاب معظم افراد المجتمع بالفيروس خلاص زي ما جونسون قال وقال يعني the loved وان will die particularly the old وان، يعني بقى ايه؟ الناس اللي احنا بنحبهم هيموتوا وخاصة الناس العواجيز الى اخره الى او المرضى الى اخره. بالك؟ يبقى الاستراتيجية بتاعتها هي ممارسة الحياة الطبيعية بشكل طبيعي ويصاب معظم افراد المجتمع بالفيروس وبعدين هنحاربه مرة أخرى إذا ما حاول يهاجمنا مجددا. في بعض المتخصصين من علم الأوبئة والفيروسات يعني حذروا من هذه الاستراتيجية في إيه؟ في ظل إغراق المستشفيات بأعداد هائلة وغفيرة من المصابين بهذا الفيروس منهم جيريمي روسمان اللي هو أستاذ علم الفيروسات في جامعة كنت في بريطانيا في جنوب بريطانيا واللي قال قال إيه بقى جيريمي آه روسمان ده المناعة القطيع قد تكون مع فعالة قد لا تكون أو قد تكون غير فعالة قد لا تكون قد تكون غير فعالة في مواجهة كورونا ليه هتكون غير فعالة قد لا تكون فعالة أو قد تكون غير فعالة في مواجهة كورونا لأن الفيروس اللي هو بتاع الكورونا ده بيطور نفسه من الناحية الجينية ومن الناحية السلوكية يعني الفيروس شغال في تطوير نفسه بنفسه من داخله وده رأي جيريمي روسمان يعني مادة القطيع قد لا تصلح لانها الفيروس بيطور نفسه بنفسه. مارك وولهاوس اللي هو استاذ علم الاوبئه والامراض المعديه في جامعه ادنبرا في بريطانيا برضك المناعة القطيع لن تكبح تماما تفشي الفيروس بشكل كامل. مش ممكن هتعمل لك يعني انت هتخرج الشعب كله هيصيب منه 80 90% وبعدين مش كل الشعب هيكون عنده اللي هو المناعه دي بنتكلم عنها. آه خصوصا في مجتمعات لم تكتسب المناعة بعد في كتير جدا مجتمعات لم تصب مثل هذا المرض أو مثل هذه الـ 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 الجائحة فلذلك الذي لم يصاب هو معرض للإصابة والذي أصيب هو ليس في مأمن من الإصابة مرة أخرى ده مارك والهاوس أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة أندنبرا في بريطانيا في من الصين بقى اللي بدأ فيها الكلام عن مناعة القطيع ده واحد اسمه تشونغ نانشان أحد خبراء مواجهة كورونا في الصين قال إيه بقى اللي هو تشونغ نانشان ده قال لك إيه قال لنا إن إن لا يوجد دليل علمي إلى الآن على إيه حتى الآن إذا ما أصيب الشخص بفيروس كورونا لن به مرة أخرى يعني ما فيش أي دليل علمي على أنه إذا أصيب الشخص مرة بالكورونا بفيروس كورونا انه لن أو أنها لن تصاب مره اخرى. يبقى ما بين جيرمي روسمان ومارك هاوس وتشونج نانشان في شيء يعني شيء مش مش مطمئن لسياسه مناعه القطيع اللي احنا بنتكلم عنها دي واللي اتكلم عنها بوريس جونسون واللي بيتكلم عنها جورج بونسون وكثير جدا من رؤساء الوزراء او الرؤساء او الملوك الى اخره خوفا من الضربه الاقتصاديه او الايه التاثر الاقتصادي طيب احنا للاسف انا في رسمه بس مش هتقدروا تشوفوها انا في الرسمه دي مقسم الموضوع الى اربع اشياء فلسفتنا فلسفتنا اذا كان الاستاذ علي وضع الرسمه على الـ الرابط في في الفيسبوك في الصفحة الكبيرة الفلسفة بتاعتنا مبنية على أربعة أركان الإيمان والحرية والتفاؤل ولا الخوف الإيمان معناها إيه؟ معناها أن كل إنسان مننا كل إنسان مننا يؤمن بإله معين أنا مش بناقش من هو الإله أو من هي الإله وإيمانه بهذا الإله يجعله أو يجعلها تؤمن أن الحياة تنتهي في يوم ما قد قرره لها هذا الإله. فلا نجزع ولا نفزع من أننا سنموت مبكرين، ده من ناحية الإيمان. من ناحية الحرية لابد أن نوفر مناخ كبير للحرية في المجتمع، بمعنى إيه؟ بمعنى الحرية هي الدافع الأساسي لإيجاد مبادرات وإيجاد حلول مجتمعية نافعة وناجعة تخدم المجتمع وتحاول أن تقضي على هذه الجائحة بدون حرية ما فيش حلول وبدون حلول هتنتشر الجائحة وحيموت ناس أكتر لنا نما ثلاثة في فلسفة الفكرة بتاعتنا احنا اللي هي لا الخوف الخوف والهلع والزعر اللي, اللي احنا مطاردين بيه من الإعلام إلى آخره ووسائل أخرى لا نقول لا للخوف لأن الموت والحياة بإيد الله سبحانه وتعالى أو بإيد في إخواننا أو أخواتنا من الم... من ال... من ال... الديانات الأخرى في إيد الخالق اللي هم بيؤمنوا بيه بغض النظر عن الخالق بتاعهم هو مين فلذلك الخوف واللي هو ال... ال... من الموت أو كذا ده في إيد ربنا سبحانه وتعالى نمرة أربعة في الفلسفة بتاعتنا في محاربة يعني في التعامل مع مناعة القطيع اللي هو نكون متفائلين دايما 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 لان التفاؤل في وجود الحريه في وجود الايمان في وجود عالم الخوف بيجعل المجتمع متماسك ويستطيع ان يجد يجد بين ابنائه الحلول القطعيه لهذه الجوائح. دي الفلسفه بتاعتنا بالنسبه لنظريه قناعه مناعه القطيع ليه؟ لأن بعد لو احنا بنتكلم كلام اللي هو تنبأ به بوريس جونسون والرئيس ترامب انك هتترك لنفسك. انا وانت وانتي وكلنا وكلهن وكل كل 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 كل, كل احنا هنكون مسؤولين عن نفسنا عن علاج انفسنا وحمايه انفسنا في ظل التعامل مع استراتيجيه مناعه القطيع. لان الحكومه هتفتح الابواب لكي لا ينهار اقتصاد الدول فبالتالي الاربع ركائز في الفلسفه اللي انا قلتها دي فلسفه الفكره اللي هي الايمان والحريه ولا للخوف والتفاؤل ده يعني يكون عند كل انسان يعني انا كمسلم لن اموت الا في اليوم المقدر لي في الساعه المقدره لي في المكان المقدر لي في الظرف المقدر لي علشان استطيع ان أنا اتعامل من خلال هذه الفلسفه مع أه استراتيجيه المناعه اللي انا حكون حكون المحور الاساسي في حمايه نفسي وحمايه عائلتي فيها. طيب ركائز برنامج العمل اثناء تطبيق استراتيجيه مناعه القطيع دي الفلسفه اتكلمنا عنها في في الركائز في ثلاث أه أه اشياء الاولى اللي هي كيف كيف ايه بنتكلم عنها آه الاولى اللي هي كيف نقوي اجهزه المناعه انا هعطي نسبه خمسة وعشرين في المية على الشخص لو احنا قسمنا الثلاث نقاط اللي انا هتكلم عنهم اللي هما تقويه جهاز المناعه نمره اثنين لا للحلال المفرط ولا للمحرمات نمره ثلاثه اللي هو البرنامج المكمل فهعطي 25% لتقويه جهاز المناعه و25% لا للحلال المفرط والاهمال والافراط في الطعام والشراب الى اخره و25% في البرنامج المكمل. فكيف نبني او نقوي جهاز المناعه اللي هو داخل اجسادنا؟ الامر يا شباب هيترك لكل فرد لكل فرد لكل فرد لن تكون هناك طاقه للمستشفيات او الدول بانها تغلق او تعالج انت من ستكون مسؤولا عن نفسك. اما كيف في ال 25% الاولى دي كيف نقوي جهاز المناعه من ناحيه الغذاء الجيد. الغذاء الجاي انا هذكر بعض انواع الاغذيه وانتم ممكن تزودوا عليها اي شيء، اي غذاء يقوي جهاز المناع قوية المناعه ويساعد على قوه جهاز المناعه. زي ايه مثلا الشرب الكافي للماء يعني ما التوم، اكل التوم، اكل السبانخ، اكل السمك، اكل زيت السمك، الحمضيات اللي هي البرتقان والليمون الى اخره. المشمش، الجوز، الخروب، الزنجبيل، الكركم. الفيتامينات اللي فيتامين أ وفيتامين ب 6 وب 12 وج ود وفيتامين اي اللي هو بنسميه ايه؟ الفلفل الاحمر، الفراخ اللي هي الدواجن، في حاجه اسمها بروكلي احنا بناكلها هنا ما موجوده في الشرق الاوسط ولا لا، العناصر الحديد والنحاس والزنك، الالياف الألي الاكل اللي فيه الياف موجوده عندنا، شرب الشاي الاخضر، التوت، البطاطا الحلوه، الزبادي، اللبن الرايب، بذور عباد الشمس، آه آه الماء الماء الليفت آه الجبنه انواع الجبنه المخللات المصنوعه في المنزل الحبه السوداء وزيت الحبه السوداء وفي اشياء كثيره اخرى نستطيع من خلالها ان نقوي مناعتنا عن طريق الغذاء يبقى في في 25% داخل برنامج المحافظه على الانسان في استراتيجيه فرض او السماح لمناعه قطيع ان نقوي جهازنا من الداخل وده تقويه الجهاز باللي هو الغذاء الكافي. ده بالنسبه للغذاء. آه... نمرة اثنين العناية بالجسد. أنا جسمي وجسمك وجسمك وجسمها. كيف نعتني بأجسامنا؟ نعتني بأجسامنا بالراحة، النوم الكافي، الراحة، النوم الكافي، التعرض لأشعة الشمس، يعني دايماً نخرج من البيت ما نبقاش محبوسين في البيت. الراحه النفسيه اننا ما نعرضش نفسنا للقلق والتوتر النفسي والحاجات دي كلها اننا نصوم انا جربت السم كتير جدا 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 والصوم لا يضعف. الصوم يجعل الجسد يتخلص من فضلات فيها سموم وفي نفس الوقت يقوي الروح المعنويه للانسان. الصلاه لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الدين بتاعك انا مش بتدخل في الدين هنا خالص انا بتكلم انا هصلي لربنا خلاص خلص حدوته. انت صلي لايه لربك اللي انت عايزه او لربك اللي انت عايزاه والدعاء للخالق يعني كل منا يعتقد ان الخالق هو الذي يستجيب لدعائه فيدعو له واخد بالك الرياضه تروض المشي بره لو كنا احنا بنتكلم عن الناس الكبار في السن مش قادرين يتريضوا يمشوا على الاقل والاكثار من, بلج... من أعمال الخيريه ده بالنسبه للعنايه كيف بتقول لي من ي... اعمال ي... خيريه ده ي... في جزء من العمل الجسد الراحه النفسيه اللي بتيجي من مساعده الاخرين هي شيء مهم جدا مهم جدا من خلال العمل الخيري من خلال العمل الخيري من خلال العمل الخيري. يبقى نعمه الجسد اللي هي فيها الراحه النوم الكافي التعرض لاشعه الشمس الراحه النفسيه الصوم وانا بقوص, وانا بقول الصوم الصوم بيقوي يقوي يقوي الجسد ويطهر الجسد ثم يقوي الروح وينقي الروح والنفس والصلاة والدعاء والرياضة والإكس... والرياضة وكل أنواع الرياضة اللي هي الخفيفة دي والأكثر من الأعمال الخيرية ده بالنسبة للعناية بالجسد يبقى احنا قلنا الغذاء وقلنا العناية بالجسد الجزء الثاني في الخمسة وعشرين في المية الأخرى اللي موجودة أتمنى أن علي يكون حطها في في الرابط عندكم اللي هي لا للحلال المفرط ولا للمحرمات يعني ايه بقى ايه هو الحلال المفرط لا للحلال المفرط والاهمال من الحلال المفرط ان انا باكل كتير انفق نفسي يعني بدل ما اكل بيضه في الصباح اكل اربع بيضات او خمس بيضات او ست بيضات بدل ما احط حته سمنه صغيره كده احط معلقتين سمنه على البيض بدل ما اخد الطعام زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ نصحنا اللي هو ثلثه للطعام وثلثه للهواء وثلثه للشراب اما انا اقول الثلث بتاعي كله طعام فاخرج من الاكل مش قادر اقف بدل ما اكل آه شيء بسيط من الارز او المكرونه او اخره اخد طبق واثنين وثلاثه فاخرج منفوخ مورم كده كل هذه الاشياء بتؤدي الى ضعف الجسد وليس تقويه الجسد دي نمره واحد يبقى الطعام والشراب الرياضه المفرطه العنيفه زي حمل الاثقال بشيء يعني يتعب الجسد زي المصارعه زي الملاكمه اللي بنتكلم عنها زي حتى في كره الرجبي اللي هو رياضه الرجبي لان الرجبي فيها في عنف في العمل في من يزورون الرجبي كل هذه الاشياء يعني بتؤدي الى جزء منها الى اضعاف الجسد وليس الى تقويه الجسد النقطة الثالثة أعرض نفسي للإحباط. يعني دايما أنا كنت أختلف مع أولادي أو أهلي يعني كثير جدا نقعد نتفرج على الأخبار المقرفة. أخبار مقرفة، الصبح أخبار مقرفة، الظهر تتع... ترجع الأخبار المقرفة، العصر تيجي نفس الأخبار المقرفة، المغرب نفس الأخبار مقرفة بالعشاء نفس الأخبار المقرفة. يعني أنا أحاط بال... بكل هذه الأخبار اللي ما فيهاش شيء, شيء يبعث على الامل فبتصيب بعض الناس في الاحباط انا ممكن اسمع الاخبار مره واحده في اليوم اما في الصباح او اما في الفجر وده كان حصل لي وانا بعمل الدكتوراه وانا بعمل الدكتوراه طلعت اللي هو في سنه 1900 الكلام ده من سنه ايه 90 91... 91 91 لما كان في اللي هو اول ما ظهرت السي ان ان الى اخره كان أنا واحد زميلي مع بعض بنخلص رساله الدكتوراه هو كان بيقعد يسجل كل الاخبار فيديوهات بقى فاكرين الفيديوهات اللي هي ساعة وساعتين وثلاثة دي وما كملش الدراسة بتاعته وللأسف يعني. أنا كنت بروح المعمل من الصبحية لغاية الساعة واحدة بالليل 12 واجي مثلا الساعة 10 11 12, 12 بالليل اتفرج على نموذج موجز الأنباء ساعتها كان بقى فيه اللي هو كل الأخبار السيئة اللي موجودة دي اللي إحنا بنشوفها في أماكن مختلفة يعني مش عارف إيه اللي حصل وشوف الستات يعني كان كان سي ان ان لنا هلع وولع اننا نتفرج على التلفزيون فيها. فكثرت الاخبار المحبطه وكثرت القلق، انا بقى عليه انا لذلك انا قلت جزء من من العلاج الاساسي اللي هو للجسد اللي هو الراحه النفسيه. عدم القلق واللي هو الصلاه والدعاء والعباده واللي انا قلت عليه تاني كمان اللي هو ايه العمل الخيري الى اخره والراحه والنوم والخروج والمشي في الشوارع التنزه او لو لعب الرياضات الاخرى إلى الخفيفة الى اخره لا للاحباط والقلق والتوتر وبما مدخلش نفسي في ازمات نفسيه بقى يا او انا قاعد داخل اخد داخل اوضه ضلمه كده واقفل عليا الباب واقول خلاص انا هموت ده انا دلوقتي بكح يبقى انا هموت ده انا دلوقتي بطني بتوجعني يبقى انا حموت. عندي الم في انا, أنا حموت. كل هذه الاشياء بتدخلك في ازمات نفسيه بتساعد على نقص المناعه الجسد وبالتالي الازمات العصبيه النقطة الأخرى في في لعل الإفراط والإهمال اللي هو أنا أصبت بمرض معين يعني بكحة تحولت لسعال تحولت لدرجة حرارة فأنا أهملت في العلاج فأنا بخلي أو بؤدي يعني أو بأهلك نفسي بإيدي نفسي حتى في في المباح المحلل بيني وبين زوجتي يعني كل شيء زيادة عن حده يعني يعني ليس شيء ليس جيد فأزياء الافراط في عمليات العلاقات الزوجيه بين الزوج وزوجته كذلك أه تتناول العقاقير المقويه المنشطه ليه احنا زي ما قلت في الاول في في ماكولات في مشروبات طبيعيه مما خلق الله سبحانه وتعالى لنا كل هذه الاشياء بتؤدي تجعل الحلال الافراط في الحلال يكون محرم ويؤدي الى أه أه ضعف الجسم وضعف المناعه بتاعه الجسم ده بالنسبة للإفراط في المحللات. بالنسبة للمحرمات طبعا لا ولا ولا ويعني لا كبيرة حتى يعني أو زي ما بيقولوا بالإنجليزي بالكابيتال. أول محرم بالنسبة لنا هنا هو التدخين. التدخين التدخين التدخين, التدخين. بكافة أنواعه. تقول لي شيشة خفيفة، تقول لي شيشة بالورد، تقول لي شيشة بالرمان، تقول لي بالتفاح، تقول لي شيشة بالليمون، كل ده بيؤدي إلى ضعف الرئتين ومن ثم يؤدي إلى سهولة تغلب الفيروس على مناعة الرئتين. فلذلك التدخين بكافة أنواعه أنا بقول عليه محرم 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 في ظل استراتيجية التعامل مع مناعة القطيع حتى ولو كنت شابا حتى ولو كنت شابة قوية البنية فهذا محرم لأن مناعة القطيع خطورتها أنها لا تترك أحد قوي أو ضعيف فإن كانت الرئتين ضعيفتين فتغلب عليها الفيروس إلى أخره نمرة اثنين ان في ناس يعني والعياذ بالله يعني من, من ناس يعني بيسافروا علشان يمارسوا الاعمال الجنسية دي في, في دول اخرى ده, ما هو اصلا هو محرم بس في ظل وجود الكورونا وفي ظل وجود اللي هو سياسة استراتيجية منع القطيع هذا ليس محرم فقط هذا مغلظ ومغلظ ومغلظ يا من تخرجون من ابناء من الشباب انا عارف تخرجون مش هقول اسماء بلادكم وتروحوا يعني انا من 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 الحاجات المؤلمه السنه اللي فاتت اللي انا شفتها في البوسنه شباب متعب مقرف مقرف نزح البوسنه عشان جت كل قرف جت كل 60 قرف فالفلوس اللي انتم بتصرفوا على نفسكم وعلى اللي معاكم او يروح تايلاند تايلاند ولا تايلاند اه بانكوك او آه يروح مش عارف آه ايه في, في لبنان او في ما. ايه ده؟ ايه أعرف اللي, اللي احنا عايشين فيه ده؟ وبعدين الشاب ده بقى لما يجي له ايدز ومش عارف ايه امه وابوه يقعدوا يصرفوا عليه الدنيا والاخره في هذا الامر. يبقى النوع الثاني في الممارسات الخاطئه لمعاشره ممتهني وممتهنات الجنس. النوع الثالث في المحرمات اللي هي الممارسات الخاطئه المؤديه لمرض مرض ايه؟ نقص المناعه الايدز اللي مات منه زي ما انا قلت لكم من في المحاضره اللي فاتت حوالي 2017 770000 إذا كنت لما فاكر الاحصائيه جيد وكان في نفس السنه اصيب واحد وسبعة من عشرة مليون شخص بهذا المرض في العالم لا لا يعني لا شئنا ام ابينا النمرة الأخرى طبعا المسكرات اللي هو اللي يقول لك أصل البيرة خفيفة أصل البيرة خفيفة بقى وبتاع ده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما كثيره مسكر قليله حرام ما كثيره مسكر قليله حرام بيرة خفيفة مش خفيفة وأنت ما مالك؟ وبالك تلاقي في الكبد ده بيجي من إيه؟ البيرة أنواع الخمور المختلفة البانجو ال دي الحشيش العقاقير كل كل كله كل, كل هذه الأشياء كل دي محرمه يبقى احنا اتكلمنا في بناء المناعه للجسد في ظل استراتيجيه السماع بم... ب... ب... بمناعه القطيع اللي هو تقويه المناعه من خلال الغذاء اللي هنقول عليه ومن خلال اللي الجسد او لا للحلال المفرط ولا للمحرمات يبقى دول 50% في برنامجك اليومي او برنامجك اليومي يا ايها الاخت واضحين لان انا هاترك لنفسي ان احاول ان ابني مناعتي واحمي نفسي واحمي اسرتي في ظل وجود سياسه واستراتيجيه مناعه القطيع. طيب آه. البرنامج المكمل بقى اللي هو في 50% يعني انا قلت 25% لتقويه المناعه و25% لا للمحرمات ولا للحلال المفرط وال 50% طبيعي هتت حتتت... حتت ايه؟ هنحطها هتتحط حن لنا كارشادات، أول حاجة اتباع ارشادات الحكومة شئنا أم أبينا، اختلفنا مع الحكومة سياسيا واقتصاديا أم نختلف؟ ما فيش. في ارشادات هنتبعها عشان نخرج من هذه الأزمة وهذه الجائحة. اتباع ارشادات الحكومة. نمرة اثنين اللي هو النظافة. نظافة البيت، نظافة الملبس، نظافة البدنية، نظافة البدنية، النظافة البدنية، النظافة البدنية. النظافة البدنية. ها نظافه الشوارع القمامه اللي مرميه ومليانه دبان وفران وصراصير وكل البلاوي الزرقاء دي وسايبينها ما دي جزء من المساعده على تفشي المرض جزء يساعد على تفشي المرض النظافه بكافه انواعها يعني يمكن عملت انا يمكن خمس مش محاضرات خمس كلمات صغيره كل واحد فيهم دقيقتين ثلاثه عن نظافه البدن في الوضوء وفي الاستنجاء وفي الـ قص الاظافر وحلق شعر الابت والعانه كل الاشياء اللي تعتبر ايه؟ تعتبر كارشادات طبيه وصحيه في الصحه العامه من دين الاسلام، قد يكون في اديان ليها ارشادات اخرى فيتبعوها، لكن في النهايه نتكلم عن النظافه واتباع الارشادات الحكوميه. نمرة ثلاثة الترابط الاسري، واحد يقول لك طب وايش دخل الترابط الاسري في ما في في, في 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 زيادة اللي هو المناعة؟ الترابط الاسري بي بيجعل في اطمئنان. يعني مش الزوج يضرب مراته او يضرب عياله او يطردهم او كذا كل لما الانسان شعر بالخوف وعدم الامان كل لما انكسر وشعر بالذل والهوان وانتقل عنده المناعه المقاومه يبقى الترابط الاسري آه الدور على المؤسسات المجتمع المدني تكون لها دور دور هي والحكومه في ايه في التعليم ورفع الوعي ومحاربه ومحاربه الجهل والجهاله مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومه لابد انهم يكون دور مفاعل يجعل من المواطنين يتبعون الارشادات ويؤمنون بها وحضرنا في المثل في المحاضره اللي فاتت مع ركيزه في في العراق عن اليابانيين اليابانيين بالرغم من انهم نسبه الكبار السن عاليه جدا هناك الا ان نسبه الناس اللي ماتوا فيها قليلين ليه؟ لانهم بيتبعوا ارشادات الحكومه وانهم حريصين على اه اه ارتداء الكمامه منذ زمن بعيد وانهم شعب نظيف وعملي ما بيهرجوش. احنا بقى لأ اللي احنا بنتكلم عنه يبقى في دور يكون لمؤسسات المجتمع المدني مكمل لدور الحكومه اللي احنا بنتكلم عنها في التعليم والوعي ومحاربه الجهل الى اخره. آه، الاعلام الاعلام بس ما يجيش يقعد يقول لنا الحقوا 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 الحقو. نار 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 هكا هلاك 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 آه لا الاعلام لابد يكون موجه بطريقه علميه علميه مش الجهل مش الجهله الجهال المجهلين اللي بيطلعوا علينا باخبار هم مش متاكدين انها صح ام غلط هم مش عارفين مصادر هذه الاخبار منين هما جزء من اعلام او اعلاميين مسيسين من اجل اللي هو انه عمل تغطيه على اخطاء الحكومه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه وكذا 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 وكذا, وكذا, وكذا فده اعلام فاسد اعلام فاسد 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 ومحبط ايه وم... واعوذ و... 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 بالله من الشيطان الله الرحيم ومحبط وفي نفس الوقت آ... 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 غير مفعل للشعب ده بالنسبه لدور الاعلام فبد يكون دور الاعلام دور خطاب التواصل المجتمعي واحنا مع بعض يا شباب على السوشيال ميديا بنتكلم عنها ده ما يكونش نصيب الاخرين بالهلع نتاكد من المعلومه اللي احنا بنحطها على صفحتنا سواء كان في الفيسبوك او في التويتر او في الانستجرام او في اي حاجه في اليوتيوب او في او في الواتساب او في التيك توك حتى ما نحط الشيء لما يكون مؤكد 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 ودايما في خطابنا الاجتماعي على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي ان نحط الشيء اللي يجعل من الانسان عنده امل مش محبط 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 لا دول رجال الاعمال دول رجال الاعمال كلهم اكتر من دول اللي المسؤوليه المجتمعيه المسؤوليه الاجتماعيه تجاه الدوله اذا كان في الدوله ليها مشاريع اجتماعيه يدعموها المسؤوليه المجتمعية ده المؤسسات المجتمع المدني اذا كان في هناك مشاريع مؤسسات مجتمع مدني يدعموها المؤسسات المجتمعية تجاه الاحياء والعمال واللي وال... هم بيعملوا فيها كذلك يكون لهم دور هناك مكمل مكمل كمان للمؤسسات اللي هو المؤسسات المجتمعيه اذا كان هناك في في مراكز الابحاث وجامعات تريد ان تعمل ابحاث فهم يدعموا مثل هذه المراكز لكي تقوم بعمل الابحاث ده رجال الاعمال المؤسسات الدينيه المؤسسات الدينية أيضا لها دور لأن المؤسسات الدينية هي أكبر وأكثر مؤسسات عندها مراكز وأماكن يأتي إليها ناس وهي أكثر المؤسسات هي هي أكثر مؤسسة يؤمن بها المجتمع سواء كان هؤلاء هذه المؤسسات مسلمة أم مسيحية أم أم إلى آخره لأن هذا بيت الله هذا بيت الله هذا بيت الله فلذلك هذه المؤسسات الدينية لها دور أيضاً ما يطلعش الإمام بس يرعب الناس يرعب الناس يخوف الناس أو القسيس أو أو الأخر أو يعملوا بعض الفضائح اللي بيتكلموا عنها ولا تمت للدين بصلة ولا تمت للعلم بصلة ويطلع الشيخ أو الإمام أو القسيس ده أجهل من دابة أجهل من دابة أجهل من دابة دي نمرة واحد بالنسبة للمؤسسات الدينية دور مراكز الأبحاث والأكاديمية ومراكز لهم دور أيضاً كل دول بيكونوا اللي هو الدور المكمل لدورك انت الشخصي. يبقى في دور ان احنا ندعم مراكز الابحاث والاكاديميين والمراكز الفكريه ايضا وبعدين الأخ... ال... ال... النقطه الاخرى أيضاً نتكلم فيها التجنب التجنب من الفلس... من الاستخدام المفرط في الاجهزه الالكترونيه، الاجهزه الالكترونيه زي ايه؟ زي التليفون بتاعي. آه... زي الكمبيوتر. دي كلها ليها اشعاعات مغناطيسيه كهرومغناطيسيه بتجي لنا احنا اللي هو المغناطيسيه فدي بتؤثر على الجسد فممكن نستعملها مش ما نستعملهاش بس انا بتكلم عن الافراط على الافراط على الافراط يبقى الانسان قاعد فينا لغايه الساعه 3 4 الصبحيه وهو ايه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي حاجه فقط ان هو بيعمله او بتعملها الاخت او الاخ او الابن او الابنه انهم بايه بيعملوا التواصل من خلال هذه الاجهزه الالكترونيه طيب آه اخر شريحه هقولها لكم انا يعني معذره انا مش ما عرفتش اعمل اللي هو العرض امامكم لكن هنحطه على الصفحه على الصفحه بتاعتي دي اللي هي الـ على الفريندز او الاصدقاء او الصفحه الكبيره الاخرى وعلى الانستجرام وعلى التويتر كذلك علشان الناس إيه تاخذ هذه المحاضره كامله اخر واحده لسياسه منع القطيع تعطي ايه تعطي ادله واضحه على ايه على انها سياسه انتشار كبيره تتدحرج ككره الثلج ودي الاستيتمنت ده او التصريح ده احد الشباب اللي انا تعلمت منهم كثير من ابناء ادلب اللي هو اخونا احمد الشيخ كنا بنتكلم ونتناقش مع بعض في السياسه اللي هتودينا لفين قال لي هتكون دي كره الثلج ديسيس اللي هي مناعه القطيع ما نعرفش مين اللي هيقعد هيصاب حي ما نعرفش مين اللي هيعيش ما نعرفش مين اللي هيموت وهتكبر 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 الى ان تكفي من الايام توقف فيموت من يموت ويبقى من يبقى دي النقطه الاولانيه النقطه الاخيره الثانيه اللي هي هذا الانتشار الكبير وانا اجزم انا اجزم وانا مسؤول عن هذا ان المرض لم يبدا في الانتشار من ديسمبر لكنه كان ينتشر كان ينتشر من قبل ديسمبر. لذلك وصلنا الى حاله الهلع في شهر فبراير ومارس من الصين الى امريكا من يوهان الى لوس انجلوس او الى اللي هي سان هوزي الى اخره في امريكا او اللي هي البلد الثانيه اللي فيها مش فاكر بقى اسمها ايه. فده ده 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 الشخصي فبيقول ايه بقى احمد الشيخ وانا موافق عليه هذا الانتشار الكبير للكورونا هو إثبات لإيه؟, اثبات لايه اثبات لايه اثبات لايه لوجود الفيروس القديم وليس لظهوره حديث او قريب يعني الموضوع ده منتشر قبل ديسمبر لكنه اعلن عنه في ديسمبر فلذلك ان اردنا ان نتعامل مع سياسه مناعه القطيع انا هرجع الخص الامور تاني اللي انا خلصت دلوقتي اللي نرجع نقولها من الاول ثاني أول حاجة عرفنا بإن مناعة القطيع، تاني حاجة اتكلمنا عن آآ آآ اللي هو التصريح بتاع بوري جونسون وترامب إلى آخره، تالت حاجة اتكلمنا عن اللي هو تشكيك العلماء ده جيريمي روسمان ومارك ولاوس وتشونج نانشان بإن دي يعني مش معنى إن أنت أصبت مرة قبل كده يعني مش هتصاب مرة تانية. وحطينا حل انقسم الى ثلاث اقسام تحت فلسفه معينه كانت فلسفتنا في الحل من خلال وجود استراتيجيه مناعه القطيع هو الايمان القوي وجود حريات لا للخوف نعم للتفاؤل دي الاستراتيجيه اللي هي الفلسفيه بتاعتنا وقسمنا الخريطه الى ثلاث اجزاء جزء 25% لتقويه المناعه جزء 25% لعدم الافراط وعدم تحويل الحلال الى حرام او عدم الخوض في حرام ثم الجزء الاخر اللي هو الارشادات العامه بنتكلم عنها ما من تقويه المناعه اللي الغذاء الجيد الغذاء الجيد وغير الغذاء الجيد غير الغذاء الجيد اللي هو الـ الـ الراحه الجسديه وال ده بالنسبه ليها وبعدين بالنسبة للمحرمات لا المحرمات، طبعا في المحرمات انا بالنسبة لي هي التدخين والكف الانواع المعاشرة وامتهن الجنس والممارسات الخاطئة الى اخره والمسكرات والمخدرات الى اخره الى اخره الى اخره والامر الثاني اللي هو تحويل الحلال الى حرام تحويل الحلال الحلال الى حرام اللي هو في الافراط في الطعام والشراب والى اخره كل الاشياء اللي انا عملتها قبل كده هو برنامج المكمل هو اتباع ارشادات الحكومه والنظافه والترابط الاسري التعليم الوعي ومحاربه الجهل العمل المدني ومؤسسه دور مؤسسات المجتمع المدني دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعلام والاعلام رجال الاعمال والاعلام ومؤسسات الدينيه خطاب التواصل الاجتماعي مراكز الابحاث والاكاديميين تجنب المفرط في استخدام الاجهزه الالكترونيه والاخر نشكركم جميعا الى حسن متابعتكم لنا وان شاء الله هنحط في الرابط اللي هو العرض بتاع الشرائح كلها ولمن اراد ان يسال او يتواصل معنا فاهلا وسهلا بكم في وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته